رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف رجل أعمال مميز أو سيدة أعمال مميزة. رحبوا معي اليوم بمس نسرين ومس زكية، المانجر أوف هاني أند روز بيوتي أند سبا. هاي مس زكية. مس الحمد لله تمام، كل شيء بخير. مس زكية مس نسرين، ممكن تقول لنا إمتى بدأتوا تأسيس صالون هاني روز؟ ومين الأونر تبع الصالون؟ تأسيس 2010، والأونر في عندنا اثنين، مدام صالحة ومدام انشراح صاحبي المحل، ومدام مصرية، نحن ثلاثة بس مدام مصرية مو في الصورة عشان مو في البلاد، فعشان ما ننساها. متى بدأ تأسيس الصالون؟ ب 2010 أسسنا الصالون. يعني ما شاء الله 11 سنة. يا ما شاء الله بنكمل 12 سنة. ما شاء الله. على السنة الداخل. أيوة. إن شاء الله. إن شاء الله. مس نسرين، ممكن تقول لنا ايه الخدمات اللي بيقدمها هاني روز؟ عندنا نحن الشعر، كل شيء بيتعلق بالشعر، عندنا الصبغات، التريتمنت، عندنا ميك اب، عندنا فيشل، سبا، حمام مغربي. كل الخدمات موجوده عندنا. مانيكير بيديكير، يعني كل اللي تحتاج السيده تدخل عندنا تطلع بيرفكت. كل شيء تحتاجه موجود. ممكن تقول لنا طبعا عارفين في منافسه شديده جدا في الامارات، في صالونات كتير جدا في الامارات، ازاي قدرتوا تتميزوا هاني روز؟ ازاي قدرتوا تتميزوا في ظل المنافسه الشديده؟ شوفي، نحن هاني روز بصفه عامه نحن نعتبر كفاميلي، يعني صارنا الحين بنكمل 12 سنه، نحس عمرنا في، يعني نفس ما تقولين في بيتنا، يعني لا الاونر ما تقصر معانا، لا ستاف، كلنا ايد واحده، فهذا احسه اساس الاستمرار يعني. طبعا. وهذا بعد وبعد الزباين اللي يجونا ما يحسون انهم جايين بالصالون، يحسون انهم جايين بيتهم، يعني فاميلي، يعني كاستقبال، كخدمه، يطلعون كثير مبسوطين من هنا. مصداقيه في الشغل طبعا اكيد، يعني البرودكت اللي عندنا كله مصدق من البلديه، ما نشتغل اي شيء نحن من دون ما يكون مضمون. فالزبونة بتجي مرتاحة يعني عنا، وعنا خصوصية تامة، هي عنا بكفي كمان الموقع، نحن عنا ما بتعلق أبدا يعني في الزحمات، في الموقع كتير ممتاز، في باركينج خاص، فهذا الشيء الاستمرارية بعتقد انه مصداقية الشغل كمان مع الزباين. وانا فعلا لما دخلت حسيت ان انتوا عيلة يا الحمد لله، هذا نعمة من عند الله. طبعا انا قابلت مدام صالحة وكانت ونعمة يا ما شاء الله عليهم، ما شاء الله تسلموا كتير. مس نسرين مس زكية، ممكن تقول لنا طبعا نظرتكم المستقبلية بعد 3 سنين من دلوقتي؟ نحن الحمد لله دائما عم نطلع على الاشياء جديده، يعني نحن دائما مواكبين الموضه والعصر، عم نشوف شو عم يصير بال يعني بالسوشيال ميديا، فدائما نحن مع الموضه يعني دائما. ان شاء الله نظرتنا المستقبليه انه نفتح فرع ثاني وثالث ان شاء الله. ايه فرع ثاني وثالث بس على نفس المستوى، ما نبغى نفتح اي شيء يعني يكون يعني نفس المستوى يا اعلى، فهذه نظرتنا للمستقبل ان شاء الله. آمين. حبيبتي حبيبتي نورتونا نورتونا حبيبتي. زكية ومس نسرين، طبعا عارفين هنا في ظل الامن والامان احنا اكتر بلد معروفه بالامن والامان، ازاي ده بيقدر يساعد تفتحوا صالون هنا بالامارات؟ وحابين نسمع رساله شكر من مس نسرين ومس زكية والاونر طبعا تبع الصالون لقاده وشيوخ الامارات. ما شاء الله الامارات عن جد بلد الامن والامان، يعني حتى بتحسي انه يعني مستحيل تجي على الامارات وما انه تتاقلمي وتعيشي فيها وتحبيها، فابدا يعني نحن يعني لنا زمان هون وان شاء الله باقيين هون بلدنا الثانيه، يعني بلدنا يا بلدنا الثانيه، يعني ما نقدر نعيش يعني بالنسبه لنا نحن استوت بلدنا الثاني. الله يحفظ شيوخنا امين، من صغير ومن كبيرهم لصغيرهم. شكرا لك. حابين نقول للمشاهدين ازاي توصلوا لصالون هاني روز؟ نحن هاني روز اجى في منطقة جميرة البدع مقابل سيتي ووك 1، يعني موقع استراتيجي. كثير انا شايفه من هنا. يا موقع استراتيجي فنان. وعندنا تواصل للانستغرام، للفيسبوك، لل يعني كل شيء. الأرقام أسفل الشاشة إن شاء الله. نحط الأرقام أسفل الشاشة.
شكرا شكرا لك، شكرا لك مدام زكية، شكرا شكرا كتير لكم مشاهدينا الكرام. الى هنا تنتهي حلقة اليوم، تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC العربية. دمتم بخير وفي رعاية الله.